افتكرت لما شفت الفيديو ان انا قلت لداليا تجيب لي واحده وما عملتهاش، فقلت فرصه يلا انا قاعده زهقانه بقى، فخلينا نكتشف الموضوع ده، يا اما هيبقى حاجه لطيفه جدا يا اما هنلبس في الحيط وهبقى عملت غلطه تالته بعد اللي تحت عينيا والتاتو المهبب دي. بيجي معاها ايه بقى؟ بصوا هما 3 درجات، دي ودي ودي. اول واحده دقيقه لو انت عايزاه خفيف، 3 دقايق لو انت عايزاه اغمق شويه، و5 دقايق لو انت عايزاه غامق. انا هاخد اللي هي بتاعت ال5 دقايق. اوكي بيجي معاها دفتر الانستراكشنز ده اللي هو يعني بيديك التعليمات، والعلبه من جوه فيها ال3 برودكتس دول. ده تقريبا عامل زي الاكسجين بتاع الصبغه، وده التيوب، وده عشان ترسمي الحواجب، ودي الابليكيتر او اللي انت بتحط القلم. ده بيجي من ناحيتين، فهنرسم دول كده. اوكي والبنت عملت ايه بقى؟ فكرة عجبتني موت. هنجيب القلم ده يا بنات وهنعمل ايه بقى؟ بالهداوة كده وهتحطي علامة. اوكي وبالهداوة كده وهنحط ايه؟ علامة. علامة الاثنين لو هي عيلة سبانية قدام خالي ظهر. هنا بقى بنكتشف العيال الاعاقات بقى ايه البدنية. تمام ادي علينا اول علامه. طب وبعدين هنعمل ايه يا دانا؟ هنروح كده لازم نحط ستريت عشان ايه؟ يا اما انا بقى بقى مش ده تاني علامه. وبعدين هنيجي كده وادي يا ستي تعالوا ليه تقريبا دي النهايه بتاعت الحاجه بتاعتك عليها. عايزه اقول لكم ان انا مش شايفاني، يعني انا مش شايفاني بسبب الاضاءه، ولكن المفروض اتمنى ان انا اكون رسمتهم صح. انا عندي البتاعه دي كانت عندي زمان من ميك اب فور ايفر. هحط هنا الخلطه، تعالى نشوف هنحبب ايه. اوكي هنحط عشان محتاجه اكتر من كده، يبقى انا حطيت شويه قليل من القطرات دي عشان تر. بصوا انا مش عارفه انا بعمل في نفسي كده ليه، يعني ايه الفكره في اللي انا بعمله. اني هاو هو ابتدى يغمق جامد يا عيال. بصوا غمق خالص عند الامتحان، يكرم المرأة او يهان وربنا يستر. لحظة الحقيقة جبت زي دي 2 مبلولين و2 ناشفين. المفروض ان ال5 دقايق عدت، معرفش بقى ربنا يستر. ربنا انا مرعوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا معايا كده ايه ده ما عملش حاجة. كان لازم اسيبه اكتر، بس هي ال5 دقايق، انا قعدت 5 دقايق. البتاع مضروب، هو صبغ الشعر على فكره، فاهمني؟ يعني الشعر نفسه اتصبغ، شايفين؟ بس ما عملش الرسمه زي ما بشوف في الفيديوهات. يا اختي عملت ايه؟ اصبر. يوه بقالي كل ده على الفاضي. يلا يمكن ربنا عايز يرحمني من عامله سودا كنت هعملها. هو انا اقول لكم عمل ايه، انا اقول لكم اهو، هو كل اللي عمله انه صبغ الشعر فقط لا غير. طيب مضيع على الفاضي، ما تجيبهوش، روحوا لحد بروفيشنال بلا وجع قلب. يلا انا كنت زهقانه، سلينا سلام.